السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الطالبات تانية ثانوي، هنحل في الفيديو ده موديل 5 للبيور ماس، وهناخد الأجزاء المقررة علينا بس لغاية 15/3. نمبر 2 f of x equal 5 g of x plus 20 y g dash of x. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ f of x f dash of x okay. هاجي اجيب الفيرست ديريفاتيف لل x، يبقى equal 5 g dash of x، تمام. وهنا ال 20 constant يعني بزيرو. طيب يبقى ال g dash of x equal 5th f dash of x، الاختيار نمبر d. نمبر 3 d by dx لساين 5/6، ده معناه d by dx لساين 30، يعني d by dx للهاف، لأن sin 30 equal half. طبعا واضح من البداية ان ده constant، يعني ال d by dx للsin pi over 6 equal a equal 0، تمام، لأن ال first derivative لل constant equal a equal 0. دي الإجابة number c. number 4 if function f of x defined by two rules x square plus a لما x smaller than or equal to و a x plus b لما ال x greater than 2، وقال لي ان هي differentiable at x equal 2 وعايز ال b minus ال a. طيب تمام، معنى ان هي differentiable اوكي، اذا هي ايه continuous، بتحقق عليها نفس شروط الكونتينيوس اوكي، بيتحقق معاها شروط الكونتينيوس. طيب ايه شروط الكونتينيوس؟ ان الاف 2 بوزيتيف ايكوال الاف 2 نيجاتيف ايكوال ايه ايكوال الاف اوف 2. طيب كنا بنعمل ايه؟ كنت برسم كده واقول ادي 2 تمام، وبقول هنا x greater than 2 وهنا x smaller or equal a or equal 2، تمام، هنا ال right hand side وهنا ايه ال left side اوكي. طيب ال x greater than 2 هاخد معاها اني رول؟ هاخد معاها a x plus b. طب و x smaller than 2 بتبقى دي الرول اللي هي ماشية معايا. خلاص هنيجي بقى نجيب ال f of a 2 positive، دي كانت بتبقى ايه limit لما ال x tend to a 2 positive. لإيه a 2 positive؟ يعني معنى كده ان انا شغال على الفانكشن دي، يعني a x plus ال b يبقى 2 a plus b، وتبقى دي ال equation number 1 تمام. طيب نيجي نجيب ال f of 2 negative equal limit لما x tend to 2 negative لإيه؟ لل x سكوير بلس ال a، أنا واخدها من ال left، يبقى 4 بلس a، ودي تبقى ال equation number 2. طيب الشرط بتاع ال continuity بيقول لي إيه؟ ال f2 positive equal ال f2 negative، يعني معنى كده إن 2a بلس ال b equal 4 بلس ال a، وده هيديني a بلس ال b equal a equal 4 تمام. ده اللي قدرت اجيبه من الكونديشن بتاع الكونتينيوتي. طيب هبدا بقى استخدم الكونديشن بتاع الديفرنشبيليتي. الديفرنشبيليتي كونديشن بتاعه كان بيقول لي ايه؟ f داش 2 بوزيتيف ايكوال f داش 2 نيجاتيف، تمام كده. طيب يعني بجيب الفيرست ديريفاتيف للفانكشن الاولانيه. طب الفيرست ديريفاتيف للفانكشن الاولانيه، تعالوا كده نجيب f داش 2 بوزيتيف من ناحيه ال رايت، هيبقى ايه؟ الاف داش اصلا هي هتبقى ايه،
لان انا هاجي اعمل الفيرست ديريفاتيف للاي اكس هتبقى ايه، والبي هتبقى بالزيرو. طيب الاف داش 2 نيجاتيف ايكوال ايه؟ 2 اكس، اكس سكوير بلس الايه هتبقى 2 اكس. طيب انا عايزاها لما الاكس دي تبقى ب 2 يبقى 4. يبقى من الكونديشن بتاع الديفرنشابيلتي قدرت اجيب ان الايه ايكوال 4، لان اف داش اوف 2 بوزيتيف ايكوال اف داش اوف 2 نيجاتيف، يبقى ادي الايه ايكوال 4. طيب اعوض بقى هنا، يبقى البي ايكوال زيرو. تمام، جبت ال A وجبت ال B. هو كان عايز ايه؟ عايز ال B minus ال A، يبقى B minus ال A اللي هو زيرو minus ال 4 equal minus 4، وده هو الاختيار number B minus 4. number 6. From the top of a hill a man observed the angle of depression of the top and the base of a tower, and their measure were 22 and 30 respectively, where the two bases of the hill and the tower are on the same horizontal level. If the height of the tower 50 meter, then height of hill. طيب اخلي بالي هنا في المساله دي هو ايه اللي قال لي ان في حد واقف على الهيل كده. تمام، يبقى من التوب اوف الهيل في من اوبزرفد the angle of depression of top and base. اخلي بالي هنا ان الاثنين انجل ايه؟ انجل اوف ديبريشن. انجل اوف ديبريشن لايه؟ للتاور. اوكي، للتوب بتاع التاور وللبيز بتاع التاور. يعني ادي الهوريزونتال اهو، تمام كده، انا عندي ديبريشن انجل للتوب بتاعه، وعندي كمان ايه؟ ديبريشن انجل لايه؟ للبوز بتاعه، للبيز بتاعه. تمام، يبقى ادي 22 اوكي ريسبكتيفلي، وهنا دي 30، صح كده، اللي هي ايه الانجل الكبيره دي. طيب يبقى هنا 30 ماينس 22 ايكوال كام؟ 8. يبقى الجزء ده الزاويه دي هتبقى ايه؟ 8. تمام، طيب يبقى خلي بالي ان الاثنين انجل ايه؟ انجل اوف ديبريشن، ما عملش اليفيشن وديبريشن. لازم اقرا المساله كويس. وبعد كده قال لي ايه؟ قال لي ان الهايت اوف التاور ايكوال ايه؟ 50 متر، وهو عايز الهايت اوف الهيل ايكوال قد ايه؟ وطبعا عندي الايه؟ البيز بتاع التاور وبتاع الهيل على نفس الهوريزونتال ليفل. طيب ابدا بقى اسمي الحاجات دي، ادي A B C D. تمام كده. طيب انا محتاجه ايه؟ انا علشان اجيب الهايت ده يبقى انا محتاجه اجيب الكومن سايد اللي هو ال AC ده. طيب انا عارفه هنا انجل، وعارفه هنا الاوبوزيت سايد بتاعها، يبقى محتاجه اعرف الانجل دي واعرف هنا ايه الاوبوزيت سايد عشان اقدر اجيب الاوبوزيت سايد ايه بتاعها. طيب تمام، لو بصينا كده هو alternate كده هلاقي ان ايه الانجل دي 30. طيب الانجل دي 30 ودي 90 اهي، لان horizontal مع vertical، يبقى الانجل دي 60. تمام كده. طب انا محتاج اعرف الانجل دي 180 minus ال 8 minus ال 60 هتديني هنا 112. اوكي، طيب ابدا بقى اطبق الساين رول عادي. يبقى هقول ال A C ال A C over sine ال opposite angle اللي هي 112 equal 50. تمام، ادي السايد ده over sine 8، يبقى ال A C equal 333.10. تمام، طيب خلاص انا جبت هنا ده، جبت ال AC. انا محتاجة اعرف ايه؟ محتاجة اعرف ال height. طيب وعندي ال angle دي، يبقى ال sin 30 ده بقى في هنا، ده كان كنا شغالين على ال triangle ADC، هنا هشتغل على triangle A ABC. اوكي، طيب يبقى sin 30 equal H over AC اللي هو ايه؟ 333.10. يبقى
ال h equal 167 متر اللي هي الإجابة نمبر B. نمبر 7 the number of terms of arithmetic sequence عايز ال number of terms يعني عايز ال n لل arithmetic sequence 5, 9, 13 لغاية 205. طيب أنا عندي ال tn equal a ال tn equal a plus n minus 1 d. طيب أنا محتاجة إيه؟ أنا عندي هنا ال a equal 5 ال a equal 5 وعندي ال d equal negative 4 لا 4 لأن 9 minus 5 يبقى 4 okay. يبقى ال a equal 5 وال d equal 4. طب ما تخليني أجيب وعندي ال t n طبعا اللي هي 205 خليني أجيب ال n كده في ناحية لوحديها. طيب يبقى هقول إيه ال n minus ال 1 times ال d equal ال t n minus ال a. طيب يبقى ال n minus ال 1 equal t n minus ال a over d يعني ال n equal t n minus a over d plus a plus 1. تمام؟ فده ممكن ايه؟ ممكن يبقى موجود معايا برضو على جنب توفيرا للوقت في الامتحان. لو انا عندي ال n لو انا عايز اجيب ال n وعندي t n وال a وال d يبقى على طول ايه استخدم ده. يبقى ال n equal ال t n اللي هو ايه 205 minus ال a اللي هو ال 5 over ال d اللي هي ال 4 plus ال 1. الكلام ده هيديني 51 ودي هي الاجابة نمبر c. طيب يبقى ممكن اكتب ده كده على جنب تاني عشان يبقى واضح n equal tn minus ال a over d plus 1 علشان لو احتاج تجيب ال a ال n على طول. تمام وممكن طبعا تعويض ده زي ما بقى. نمبر 10 if f of x equal 3x plus 2 عايز f dash of h equal a. طيب f of x هو عايز f of h f dash of h يبقى هشيل ال x وحط مكانها h يبقى f of h equal 3h plus 2. طيب f dash of ال h 3h يبقى 3 وطبعا ال constant ال derivative بتاعه equal 0 يبقى f dash of ال h equal 3 الاختيار نمبر d. نمبر 13 summation from r equal to 2 6 ل r square plus r plus 1. ده ممكن يجي بالآلة. هعمل ايه؟ هقول summation يبقى shift log اوكي r square يعني الفا x square plus الفا x plus 1 وهحدد ان هو من التو لغاية ايه؟ لغاية السكس. اوكي يبقى هيديني 115 equal 115 اللي هو الاختيار نمبر بي. او ان انا هجيبها بالبروبرتيز. اوكي هنفتكر طريقة البروبرتيز علشان ايه؟ علشان لو جات لي فيها سيمبولز او حاجة. طيب كنت بقول ايه؟ كنت بقول اولا علشان اشتغل بالبروبرتيز لازم ال r equal 1 ده مبدئي اوكي فده مش هينفع يبقى لازم اجيب من r equal 1 لغاية ايه؟ لغاية نمبر معين. طيب هعمل ده ازاي؟ هتغلب على ده ازاي؟ هقوم بدأ من r equal 1 لل 6. تمام يبقى انا كده جبت السمشن بتاعي بكل الترمز من ايه؟ من اول ال 1 لغاية ال 6. طب انا عايزة من اول ال 2 بس يبقى هعمل minus ال ايه؟ الترمز اللي قبل كده اللي هي من r equal 1 to a to 2 minus ال 1 يعني لل 1 يبقى r square plus r plus 1. طيب تعالوا نشوف كنا نفتكر الايه الرولز بتاعت البروبرتيز. كنا بنقول ايه من r equal 1 to n لل r square ده كان بيساوي n times n plus 1 times 2n plus 1 over 6. تمام طيب كنت بعمل ايه تاني؟ كنت بقول n السمشن بتاعت ال r1
لل n لل r equal n times n plus 1 over 2. طيب ولو عندي constant يبقى summation from r equal 1 to ال n لل c ده هيديني c times n. طيب هنطبق بقى الكلام ده هنا اهو. هاخد الاولانيه summation من r equal 1 لل 6 لل r a لل r square، يبقى هطبق هنا هقول ايه 6 times 6 plus 1 2 times 6 plus 1 over 6 plus ال r اهي، يبقى 6 times 6 plus 1 over 2 plus 6 times a times 1. طيب ماينس هنا على طول هعوض ايه، انا ما عنديش غير هي ترم واحد اللي هو من 1 ل 1، يعني هعوض عن الار بايه ب 1، يبقى ار سكوير يبقى 1 سكوير هو ال 1 بلس 1 بلس ايه بلس 1. تمام هنحسب الكلام ده على الآلة هيديني 91 بلس 21 بلس 6 ماينس 3 ايكوال 115، هي نفس النتيجة اللي طلعت لي الآلة اللي هو الاختيار نمبر بي. نمبر 20 بيقول لي اف T n is arithmetic sequence in which T1 plus T5 plus T10 plus T16 equal 64. تمام كده؟ طيب المفروض ان انا عندي T n equal A equal A plus N minus 1 D. طيب يعني معنى كده T1 equal A equal A، T5 A plus 4 D، ال T10 equal A plus 9D، ال T16 equal A plus 15D equal 64. طيب هجمع ال A مع بعضيها يبقى عندي 4A plus 4D plus 9D plus 15D هيديني 28D plus 64. طيب هاخد ال 4 دي common factor و هقسمها الناحية التانية اهي، هاخد ال 4 common factor يبقى عندي A plus 7D equal 64. تمام خدت كل اللي عملته ان انا خدت ال 4 common factor بره، يبقى ال 4 A plus 7D equal A equal 64. تمام يبقى ال A plus 7D equal 64 over ال 4 equal A 16. طيب ده اللي أنا قدرت أطلع منه من ال equation اللي هو مدهاني دي. طب هو عايز إيه؟ عايز the sum of the first 15 term. طيب أنا عندي ال SN equal A، ال SN equal N over 2 times A2A plus N minus 1D. أوكي طيب هو عندي كام ترم عايز ل 15 ترم. طيب يبقى ال S 15 equal 15 over 2 times 2A plus N minus 1 اللي هي 15 minus 1 equal A equal 14D. طيب نطلع ال 2 من هنا common factor، يبقى ال 2 times 15 over 2، خدت 2 من هنا اتبقى لي ايه، خدت 2 من هنا اتبقى لي 7D. طب ما هي ال A plus 7D equal 16. تمام يبقى هشيلها وعوض عنها، ادي 2 times 15 over 2 times 16 equal 240 اللي هي الإجابة نمبر C. نمبر 24 the number of terms necessary to be taken from a sequence 25 23 21 starting from first the term to make a sum equal S N equal 120. عايز يعرف عدد الترمز، عايز يعرف ال N اللي أقدر أخدها علشان أجيب ال summation equal 120. طيب ال S N equal N over 2 2A plus
n minus 1 d. تمام، ده القانون بتاع السميشن. طيب ايه اللي عندي هنا؟ عندي ال a equal 25، عندي ال d equal negative 2. يبقى هعوض بقى ال s n equal n over 2 اللي انا مش عارفاها n times 2 times 25 اللي هي 50 plus n minus 1 times negative 2 equal 120. طيب اضرب في 2 يبقى n times 50، وهدخل هنا النيجاتيف 2 ده في البراكت ده، يبقى نيجاتيف 2n بوزيتيف 2 equal 240، يبقى n 52 50 plus 2 minus 2n equal 240. تمام، طيب يبقى هدخل ال n هنا وهعمل بقى second degree equation، يبقى 2n square، ادي ال n اهي. تمام، 2n square minus 52 plus 240 equal 0. انا جبت ايه الكلام ده الناحية دي عشان تبقى ال n square بالبوزيتيف. طيب ممكن اعمل هنا divided by 2، ممكن بقى اشتغل على الآلة على طول ان انا احل الايكويشن دي. اهي عندي n square minus 26n plus 120 equal 0، هعمل factorization للكلام ده، يبقى الx والx وهنا 20 وادي 6 والنيجاتيف والنيجاتيف عشان هنا طبعا الاشارة positive، يبقى equal 0. يبقى عندي الx equal او ال n بقى، انا شغاله بالفاريبل n، يبقى ال n equal 20 or ال n equal a equal 6. تمام، وهو ده الاختيار نمبر b. نمبر 28، if summation from r equal 1 to 25 ل 3 plus k r equal 100، يبقى ال k equal a. طيب هنا طبعا انا لازم اشتغل بايه؟ بالقوانين بتاعت ال summation. طيب يبقى هقول summation from r equal 1 ل 25 ل 3 plus ال summation ال k هخرجها بره، يبقى ال r equal 1 ل 25 ل r equal 100. طيب كنا نفتكر كده على جنب الـ summation من الـ r equal 1 للـ n، الـ r كنت بعمل ايه؟ n times n plus 1 over 2. اوكي؟ طيب وبالنسبة للـ constant كانت على طول بتبقى ايه؟ الـ n في c، يعني هنا 3 times 25 plus k والـ n اللي هي 25 n plus 1 اللي هي 26 over 2 equal 100. يبقى 75 plus 325k equal 100، يعني 325k هودي 75 الناحية التانية، يبقى 100 minus 75 equal 25، وده معناه ان ال k equal 1 over 13، وده هو الاختيار نمبر C. Number 33, if f is an odd function, f odd function, f of x equal odd function, and differentiable on R if dash of 3 equal 5. عايز يعرف ال f dash of negative 3 equal a. طيب احنا قلنا قبل كده ان لو انا عندي ايه هي الاود فانكشن، نكتب كده ايه هي الاود فانكشن. الاود فانكشن هي اللي الاف اوف اكس بتاعتها ايكوال نيجاتيف اف اوف نيجاتيف اكس. تمام، مش ده الكونديشن بتاع الاود فانكشن. طيب ايه هي الايفن فانكشن؟ الايفن فانكشن هي الاف اوف اكس ايكوال الاف اوف نيجاتيف اكس. طيب عندي معلومه كمان، لو انا عندي اف اوف اكس اود يبقى على طول ال f dash of ال x هتبقى ايه؟ هتبقى even. ولو انا عندي ال f of x
even هتبقى ال f dash of ال x هتبقى ايه؟ odd. طيب نستخدم بقى كل المعلومات دي على اللي هو قايلهولي. هو قايل لي ايه؟ عندي f of x odd. اوكي يبقى ال f dash هتبقى ايه؟ ال f dash في المسألة بتاعتنا f dash of 3 equal 5، ال f dash عندي ايه؟ هتبقى even. طيب معنى ان ال f dash even يبقى ال f dash of negative 3 هي نفسها ال f dash of 3 يعني equal 5، وهو ده الاختيار رقم ايه. Number 35. The average rate of a change in the volume of the cube when its edge length varies from 5 to 7 cm equal a day. أنا عندي كيوب وبيقول لي إن الفوليوم بتاعه، الفوليوم بتاعه يعني هعتبر إن ال f of x equal x cube. ده طبعا لو أنا عملت إيه let ال x اللي هو إيه السايد of الكيوب. تمام. طيب وقايل لي ان الاكس دي بيحصل لها فاريشن من 5 to 7. طيب وعايز ايه؟ عايز الاي اوف الاتش. طب الاي اوف الاتش انا كنت بقول عليها ايه؟ الاي اوف الاتش ايكوال اف اوف اكس بلس الاتش ماينس اف اوف اكس اوفر اتش، او كنت بقول اف اوف اكس 2 ماينس اف اوف اكس 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. طيب نطبق الكلام ده هنا، يبقى ال a of ال h equal f of 7 minus f of 5 over 7 minus ال 5. ده هطبق بقى في الفانكشن، يبقى 7 cube minus 5 cube over 7 minus ال 5 هيديني 109. ده الاختيار نمبر دي. نمبر 39. If the tangent of the curve y equal x cube minus 3x square, make an obtuse angle with the positive direction of x axis. Then, ال x belong ل ايه؟ طيب عايز يعرف الاكس بيلونج لايه. طيب هو بيقول لي ان التانجنت ده بيعمل ايه؟ بيعمل اوبتيوس انجل. اوبتيوس انجل مع ايه؟ مع البوزيتيف دايركشن اوف الاكس. يعني معنى كده ان السلوب ده ايه؟ السلوب هنا استنتج من ده ان السلوب بتاعه هيبقى ايه؟ هيبقى نيجاتيف. طيب انا بجيب السلوب ازاي؟ السلوب مع هو الفيرست ديريفاتيف. طيب يبقى الواي داش ايكوال 3x square okay minus 3 times 2x يعني 3x square minus 6x. يبقى هو ده الواي داش. انا عايزة الواي داش ده يكون ايه؟ يكون smaller than 0 عشان يحقق لي، يبقى السلوب نيجاتيف. طيب دي inequality كده، يبقى هاخد 3x هنا common factor هيبقى لي x minus a minus 2. 3x times x minus 2 انا عايزة الكلام ده يبقى اقل من الزيرو. طيب كنت بعمل ايه علشان احل الـ inequality اهي؟ هنا عندي x equal 0 وعندي x equal 2. طيب الـ x square هنا بايه؟ بالبوستيف. تمام، الكوفيشنت بتاع الاكس سكوير هنا بالبوزيتيف، فكنت بقول اوتسايد الانترفال هيبقى مع ايه؟ مع الساين بتاعت الكوفيشنت اوف الاكس 2 الاكس سكوير، يعني هنا هيبقى بوزيتيف. يبقى خارج الانترفال زي ايه؟ زي الساين بتاعت الكوفيشنت بتاع الاكس سكوير، وعكسها عكس الساين جوه ايه؟ جوه الانترفال. طيب يبقى السلوب ده هيبقى بالنيجاتيف داخل الفترة من 0 لإيه؟ لتو. وطبعا الاتنين مفتوحين لأني لو قفلتهم يبقى أنا خدت الاصفار معايا، وأنا مش عايزة الاصفار. يبقى ده الاختيار رقم بي. خليني أكتب لكم كده بالنسبة للحل بتاع الـ inequality. هقول إيه؟ inside interval، inside الانترفال يبقى هقول الساين
opposite to ال x square coefficient. تمام؟ outside ال interval is sign same as x square coefficient. بكده نكون وصلنا لنهاية الموديل بتاعنا، بتمنى تكونوا استفدتوا، ياريت نعمل لايك وشير علشان يوصل لأكبر عدد من أصحابنا، ونعمل سبسكرايب للقناة علشان يوصلنا كل جديد. بتمنى لكم نجاح والتوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.